قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهي المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة 7 من مساء غد الأحد 25 من أغسطس، ويتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المتاحة بكافة الجامعات الحكومية من 9 صباحا وحتى 3 ظهرا طوال فترة التنسيق. كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار 24 ساعة. وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد أعلن أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد بلغ حتى الآن 325 ألف طالب وطالبة.